قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان محمود الصباح أن الكويتيين سطروا على مر التاريخ أروع الأمثلة على تلاحمهم وتكاتفهم في وقت المحن ووقوفهم صفا واحدا في وجه الفتن. الشيخ سلمان محمود صباح أكد خلال كلمة له خلال مشاركته في افتتاح مسجد الإمام الصادق بعد إعادة ترميمه مساء أمس، أكد أن شهداء مسجد الإمام الصادق أصبحوا مضرب مثل لكافة دول العالم بوقوفهم صفا في وجه الإرهاب. لقد كان لموقف شهدائنا وما سطروا في هذا المسجد بكل شجاعة أمام الإرهاب وأمام النيل من وحدة الكويت أن أصبح ذلك مضرب للأمثال لدى كافة دول العالم. فالكويتيون دائما أثبتوا وقوفهم صفا واحدا، وإن شاء الله دائما الكويت عصية على كل من يريد أن يستهدفها. كان لموقف الكويت أميرا ووليا للعهد وحكومة وشعبا في الوقوف صفا واحدا في رفض ونبذ الإرهاب وإعطاء كل المعاني الوطنية من شهدائنا الأبرار في مسجد الصادق، لأن نعمل جميعا إن شاء الله لتحقيق هذه المعاني الوطنية. أيضا لابد أن أوجه رسالة لذوي وأسر شهداء المسجد الصادق. لقد سطر شهدائنا الأبرار بكل يعني شجاعة وقوفهم، وهم دائما في قلوبنا، ونستذكر مواقفهم الكريمة وعطائهم، وندعو لشهدائكم المغفرة، وندعو لهم إن شاء الله في عليين وأن يعلي منازلهم رب العالمين.